من الشرقية على منتخب مصر، كابتن مروة عبد العال بطلة الرمح والكلة. النهاردة هي وحش النيل. كابتن مروة هي البارتنر أو هي الشخص التاني اللي مع كابتن علي في المركب اللي راحوا أفريقيا كسروا الدنيا ورجعوا، ورايحين إن شاء الله بإذن الله باريس 24. يا كابتن مروة، ازيك؟ منوراني. انا سعيد انا معاك النهارده. وانا اكتر. ولما اتكلمنا شويه قبل التصوير قلت لي حاجات بسطتني جدا، يعني حسيتيني ان انا صغير كده. والله احكي لي بقى بدايه الرياضه بتاعتي. بدايه الرياضه من وانا عندي 7 سنين كنت بلعب العاب قوه. عندنا ايفنت الرمح وايفنت الجله، والحمد لله كنت بحقق فيهم دوت في منتخب الناشئين. هايل. وبعدين جت عليا الفتره قعدت 6-7 سنين العب بقى روح وجله. ده البارا في البارالمبيك. وبعد كده جت فتره الثانويه العامه، سبت الرياضه عامه واتجهت للمذاكره شويه. كويس. اول ما دخلت الجامعه رجعت تاني بقى، انا مش عارفه اعيش من غير رياضه اصلا. وبعدين رجعتي على ايه بقى؟ على الباور ليفتنج. ايوه. فانا بدات من هنا وبدات ادخل بقى معسكرات الجامعه. هايل. وكنت بجيب اول الحمد لله. هايل. ليه بتعدي كلمه اول كده عادي؟ يعني ما تقولي عملت اول وعمل، يعني كده الرياضه خرجتك من اي مشكله ممكن انت تبص لها بصه تانية. يعني اي مشاكل ممكن تضايق شويه الرياضه بتخرجك منها. فعلا. ما بتفكريش. انا ما... انت بطله قوي. انت بطله. انت بطله الحمد لله. طيب النقطه الثانيه بقى، لما اتحركنا بدانا عشان موضوع كان الكابتن علي بيتكلم، قلت له استنى بقى خلي مره تبقى قاعده معانا وتحكي لنا قصه هي انضمت معاك ازاي. فايه اللي حصل كابتن علي؟ انا وهو زمايل وفريندز عند بعض على الانستجرام. هايل. وبعدين قال لي تيجي تلعبي تقديف؟ قلت له خلاص يا كابتن حاضر هنحدد ميعاد. وكنت بروح له ساعتها اسماعيليه. طيب ممكن نرجع خطوه ورا بس؟ اتفضل. انتوا اتعرفتوا على بعض من خلال الانستجرام ازاي؟ يعني شافني مره وانا كنت بنزل ستوري ان انا محققه يعني ميداليه في الباور ليفتنج، قال لك بس دي جواها بطل وبتحب البطوله، فدي اللي هتنفعني. فبعدين فقال لي طب انت رجليكي كذا، طب انت اصلا عايز يفهم بقى الديسبيليتي اللي عندي ايه بالظبط. يعني مركبه الجهاز. تمام. وقال بس تعالي بقى. بيجي لي من القاهره. هي اختها عايشه في اسماعيليه، بيجي لي من القاهره اربع خميس جمعه سبت، وانا كنت باجي من بورسعيد عشان ننزل نتمرن الساعه 6 الصبح. فتبدا يعني تمسك مقداف، يعني ايه تجيب بالانس المركب، يعني ايه تبدا تحط مقدافها وتسحبها، يعني تبدا تنسى مشفات طويله لحد ما بيد البيز ما شاء الله. الكلام ده في شهر 6 2023. 2023 شهر 6. شهر 6 نزلتها الميه شهر 6 تتعلم وتديها البيز والاساس كل حاجه. طولها كانت امتى؟ شهر 10. شهر 10 4 اشهر. يعني كابتن مروه نزلت معاك الميه تتعلم التاديف وعمرها ما لعبت في شهر؟ كانت اتعلمت تمسك الميداف. شايفين بقى؟ شايفين اللي احنا فيه؟ شايفين ده احنا غلابه والله العظيم. في شهر مسكت الميداف ومشت وعملت كل حاجه. بقيت التمرين بقى كله بقى جاء في الثلاث شهور دول، يعني امشي سكه سبق، يعني انزل ستروكر هنا ده رقم واحد، رقم واحد ده ستروكر، رقم اتنين لاينير. فنزلت ستروكر يعني ايه تمشي مركب، تعرف ترفع امتى، تنقل سكه سبق امتى، تفنش ازاي، تعليمه هي بسم الله ما شاء الله. هو حتى لو هو علمك وانت يعني الاستيعاب شويه يعني ضعيف. انا كنت بستجيب ما شاء الله. ده استجابه بسرعه جدا. هي ما شاء تنزل الله تنزلي الميه اول مره 6 شهور، تبقي بعد 4 شهور تلعبوا بطوله افريقيا. يعني هو احنا لما احنا نزلنا مع بعض من اول شهر 6 احنا كنا بنعد لبطوله العالم مش بطوله افريقيا. خبطه لزق كده على طول. لا يلا تعالي عشان نروح بطوله العالم. انتوا ناس عظيمه. قلت لهم لا. والله العظيم انتوا ناس عظيمه. والله انتوا ناس عظيمه. الله يخليك. طيب وبعدين احساسك بيه بقى لما روحتي وخدتي البطوله وكان ايه الاحساس؟ يعني انت حسيتي ان انت عملتي اكيد انجاز كبير. انا في اول سبق ليا انا كنت عماله اقول انا بحلم، عماله اقول انا بحلم لان في دول جنبي تونس ونيجيريا. الله يا جماعه ايه الاحساس ده؟ ايوه. واحنا من ضمن يعني اصلا الايفنت كان صعب جدا علشان مركب واحده بس هي اللي هتتاهل. انتوا كان معاكم كام مركب؟ معلش تطلع اول يا انت بتنزل تشد 3 شدات كل شده بتصفيه معناها الشكل.
تقريبا كام كله على بعضه؟ كام مركب؟ 12 12 مركب. 12